المباراة المقبلة مباراة أولمبي الزاوية مع أهلي بنغازي، الفريق الذي أثبت بجدارة أنه من طينة الكبار واستحق مركزه في المركز الثاني رغم أنه مخصوم منه نقطة، لكن لا يشارك أحد في المركز الثاني هو أهلي بنغازي. الأولمبي جراحة لا تزال عميقة بخسارة جديدة، وأين في الزاوية؟ واصل الأهلي ببنغازي عروضه ونتائجه القوية عندما حقق يوم السبت الماضي فوزه الخامس على التوالي في المسابقة إثر تفوقه الصريح على مضيفه الأولمبي في المباراة التي أقيمت بملعب الزاوية وأدارها الحكم ناصر المهدي. شوطها الأول شهد أفضلية واضحة لأصحاب الضيافة بعد هذه البداية المشجعة عندما كاد غريرا أن يفتتح باب التسجيل لولا يقظة حارس الأهلي أحمد العماري، وبعد هذه التسديدة من علي سليم أتيحت للأولمبي فرصة أخرى سانحة للتهديف عندما رفع غريرا الكرة داخل المنطقة الحمراء، ولكن الشعري كان في الموعد عندما وفي خضم سعي الأولمبي الجاد عن هدف الصبغ تحركت الآلة الهجومية الأهلوية لتخترق مرمى مهند الدوكالي بهذا الهدف الرأسي الرائع لهداف الموسم الماضي سمير الوهج إثر تلقيه هذه الكرة المرفوعة بإتقان من الدولي عبد الرحمن العمامي. وعقب هذا الهدف كاد الأولمبي أن يدرك التعادل عبر هذه الفرصة داخل منطقة جزاء الأهلي أو هذه المحاولة الرأسية للأجنف بعدما وصلته الكرة من عبد المعين خماش. وفي آخر هذا الشوط استعاد الأهلي زمام السيطرة الميدانية والتي كاد من خلالها أن يزيد من غلته التهديفية إثر هذه التسديدة القوية للمصلي وهذه الفرصة الثمينة في آخر أنفاس الشوط. وفي الشوط الثاني بسط الأهلي سيطرته المطلقة على الملعب وتمكن بالتالي من تأكيد تفوقه على مستوى النتيجة عندما نجح لاعبه الحيوي عبد الرحمن العمامي في إضافة هدف ثان بتسديدة لا تصد ولا ترد، وذلك قبل أن يعود الوهج ويثقل شباك الدوكالي بهدف ثالث بعدما أن استثمر الخطأ الفادح الذي ارتكبه دفاع وحارس الأولمبي. وقبل دقائق من انتهاء اللقاء تمكن أصحاب الضيافة من تدليل الفارق بواسطة ركلة جزاء أجاد تنفيذها المتخصص مروان المبروك، فيما أهدر غريرا فرصة لا تقدر بثمن هدف ثان لفريقه على أقل تقدير عندما أطاح بالكرة خارج المرمى وهو في مواجهة العماري. وبثلاثة أهداف لهدف ينتهي هذا اللقاء والذي شهد كذلك استبعاد مهاجم الأهلي إيفياني بالبطاقة الحمراء. مباراة طبعا جديدة يتألق فيها هجوم الأهلي ببنغازي، عبد الرحمن العمامي تألق في هذه المباراة، أرسل مباشرة إلى كوتونو صحبة المنتخب الوطني الليبي وهزيمة مرة جديدة لفريق الأولمبي. طبعا الأهلي الحقيقة أصبح يضرب بقوة، وفي مبارتين شفناها سجل 8 أهداف، تخلى المباراة دي نقول أني بمعنويات الخماسية اللي سجلها في مرمى الترسانة شفناها الحقيقة في الملعب، فارق كبير ما بين الأولمبي وما بين الأهلي. الأهلي بنغازي الحقيقة ربما نقول لك يعني أكثر الفرق تكاملا، أكثر الفرق موجودة فيه، نقول إحنا في أكثر من لاعب في أي مركز يحتاج الأهلي، البدلاء هم أحيانا وفي في مستوى الأساسي مستوى ويكونوا دائما هم الأوراق الرابحة للفريق الأهلي وللمدرب. شفنا الأهلي متميز على الأولمبي، الأولمبي للأسف الشديد ما زال خاصة في ملعبه ما لقاش الحلول اللي تقوده للفوز. تعادل حقق لك الفوز لم يحقق. والأهلي تعرض لضغط في بداية المباراة وخارج ملعبه لكن قدر يفوز. لا الأهلي تعرض يعني يقول لك الضغط، لكن أيضا كان دفاع منظم، كانت الكرة استلام وتسليم نقول احنا صحيح، أيضا عند الرياضيين اللي في أي لحظة يصنعوا الفارق. يعني شفنا أحمد المصلي متألق، شفنا عبد الرحمن العمامي، شفنا سمير الوهج، شفنا في يعني نقول لك العناصر اللي في الأهلي حقيقة كلها أصبحت اثنين. شفنا الهدف الأول لسمير الوهج ومن لعبة ثابتة سجل منها برفعة من عبد الرحمن العمامي. شفنا الهدف الثاني يعني فيه تطبيق، فيه يعني تفاهم، فيه أيضا أخطاء دفاع بدون مراقبة، لكن أيضا فيه تفاهم بين
لاعبيهم كيف احمد المصلي لعب بالكوره يعني نقول لك بشكل رائع، سجلوا منه الهدف الثاني، شفنا الخطا نقول لك الدفاعي وحارس المرمى وهذه الاخطاء اللي ما يتمناهاش اي مدرب، سجلوا منه الهدف الثالث. انا نقول من الهدف الثاني اللي سجله الاهلي انتهت قصه الاولمبي، يعني صعب جدا انه هو يعود في مباراه مع الاهلي، والاهلي يعني نقول لك يعني في احسن حالاته، في احسن حالاته الاهلي تحصل على 3 نقاط، الان هو موجود في الترتيب الثاني زي ما قلت حضرتك بمفرده، واعتقد الاهلي بنغازي يعني نقول ما زال يذهب الى ابعد من ما هو موجود.